السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على شعيبي، يعني شعيبي الناس اللي تهضروا عليه منا وشاهدنا مؤمن ومنا ومنا والناس. شعيبي ما عندوش إشكال، شعيبي قادر يحطه في القائمة يجي، ما عندوش إشكال، ما عندوش إشكال. شعيبي ما عندوش إشكال يروح يبدل الجنسية الرياضية تاعو، فرنسا هي اللي تبدل الجنسية، ماشي احنا نبدلو الجنسية الرياضية، الجنسية الرياضية فرنسا هي اللي تروح تجري تبدل له الجنسية الرياضية، ماشي احنا. احنا على بالك التربص اللي فات درت ثلاثة تاع لي فيديوهم كاينين، هدرت على هذا اللاعب قلت له يا ودي جيب هذا أفضل، أنا نيتي قلت له هذا أفضل من بلايلي. نيجي قلت له واه انت يا تكره بلايلي وانت يا عنصري، يا ودي مانيش قلونا من هذه العنصريه وخلونا، عندنا منتخب افضل من هذا، من هذا الناس كاع. عندي الجزائر كبيره على هذا المدرب وعد كبيره على هذا اللعابه كاع كيما داروا، اللي يقدم مرحبا به، اللي ما يقدمش انتهى يروح يربحها، اللي المستوى تاعو طاح يروح يربح يروح يخدم بعد يجيها. علاش عندنا المدرب وين خطره؟ قال لكم انا مانيش عارف كي هذا مقصي من كاس العالم خارج بنقطه، ويزيد يتعجرف على الناس اللي قالوا له. قال لهم انا مانيش فاهم كيفاش تشوفوا واحد مولا واحد 30 شيباني، انا احنا قلنا لك بلي يمشي بالخزرانه، احنا ما قلنا لكش 31 شيباني، قلنا لكم بلي 31 رانا نشوفوا المستوى تاعهم نقص 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 المستوى تاعهم. قول الحقيقه يا المدرب بلايلي كيما 2019، قول الحقيقه. علاش بالسبعين يقدم لك مباريات كيما قدمهم من قبل؟ قول الحقيقه. علاش سليماني انت تشوف فيه بلي لعاب كبير؟ علاش سليماني لعاب كبير في المنتخب الوطني؟ يا قول الحقيقه. وين انت سليماني كان حاسم في تاهيل الجزائر كاس العالم ولا كاس افريقيا؟ ولا وين انت كان حاسم؟ كنا حسبوا له كاس افريقيا شحال مسجل من الهدف، قلنا شحال سجل من الهدف، قلنا شحال سجل من الهدف يا صاحبي. يا وين عاودوا نولوا وين بالماضيين؟ وين دعوه شعيبي لمواجهه السويد؟ ربما لقطع الطريق امام بالرحمه، ربما لقطع الطريق امام بالرحمه. يلعب في البوست وين يلعب بلايلي، هذا ويلعب في البوست ويلعب بلايلي واسرع يعني، ويخدم على الخط على العرض تاع الهجوم الجبهه الاماميه. هذا شعيبي لو كان تبعوه، لو كان تبعوه مليح قسما بالله يو افضل من بلايلي ب 100 خطره، يعني يخدم على العرض في الجبهه الاماميه في الهجوم. انا نقول لكم يا صاحبي انا هدرت عليه ثلاثه تاع لي فيديو قبل لي يدير القائمه تاع سبتمبر. يا ودي جيبه قدام لي كنت جيبه، حق ما قلت لكم يا ودي يجيبو خما يبان ونستمعوا ما دامو يتالق، ما دامو يقترب لي فرنسا. دبر راسك تتطفر باش نستمعوا منه ومن انا ننجم نقول لكم بلي لليوم مازال ما هدرش معاهم. الناس هاي تهدر، كاين وسطاء كانوا معاهم، وسطاء دخلوا بيناتهم، ماشي المدرب. يعني واحد كيما شعبي راه تجيبو نورمال عادي عادي تجيبه، هذه هي. وين ينوي الناخب الوطني جامع بالماضي استغلال تربص نوفمبر المقبل من اجل ضخ دماء جديده؟ هذه دماء جديده رايحه من الشوابين، هذه تاع دماء جديده، بس غاد شردنا سبعه اللي جابهم ديك خطرة. غادي بعد نعاودو نشوفو واحد آخر، بعد مارس نشوفو واحد آخرين، بعد يعني من يبغي يشريها للجوهر يقولو ياس من، يا يقولو نقص روحك كيما حميش، حميش يطير يمركي منا، قالو لازم تنقص، واحد يقولو لازم تغلاط، واحد يقولو لازم تطوال، واحد يقولو لازم تكسار، هذي تاع ضخ دماء جديدة أنا أصبحت ما نأمنش بها. في المنتخب خاصة أنه تربص الأخير في السنة الحالية، ولا يريد بالماضي تفويت فرصة من أجل منح فرصة لعناصر يرى أنها قادرة على منح الإضافة في خط الوسط على وجه الخصوص. وين يكتسي تربص المنتخب الوطني خلال نوفمبر المقبل
أهمية بالغة بالنسبة للجماهير الجزائرية والمدرب الذي يرى أن مواجهة السويد الودية ستكون فرصة مواتية من أجل تجريب بعض اللاعبين جدد. شوف أنا كونتر السويد غادي ما نشوفش باللي بالماضي غادي يدير دونتري لعابة جدد، هذه غير نساوها، هذه من نقول كونت سو هنا جنوب افريقيا بالغ بصح كونت السويد مسيو بالماضي باش يلعب لك لعابة جدد اودي والله العظيم كو قديوره يعاودي واللي يجيب قديوره في غولي كيما كو يتريني شويه ويعرفوا بلي مليح يجيب كو يلعب في غولي كو يسني يضربك يلعب ماتش ولا نص ماتش يجيبه يلعب ويلعبه تيتيلي امام السويد نقولها لكم كاش هادي تاع بالماضي يسيي لك لعابة جدد نيجيريا تخل ب 80% ب 80% ليكيب لي دات كوب دافريك في 2019 هما لكم 80% سليمان بلايلي محرز كسموه بن ناصر مالدي بن سبعيني عطال هما شحال كاين شوف مالدي بن سبعيني عطال بن ناصر محرز بلايلي وسليمان ثلاثة برك جدد في الكليك ثلاثة جدد وقدم ما مشي جدد قدم ما مشي جدد قدم ثاني قدم وما كاش جديد شو كيفاش يا صاحبي الرشيط هذا نشوفو نعرفوها عرفو الدعوة كي الدورة مدرب ما عندوش ثقة في روحه باش يلعب لك جوالة جدد كونت سويد ما عندوش ثقة في روحه هذا صح يعني أهم التغييرات التي ينتظر أن تحدث فيهم استدعاء عناصر جديدة إلى المنتخب ويتعلق الأمر باللاعب الواعد فارس شعيبي اللاعب تولوز وهو عنصر الذي سيكون بنسبة كبيرة جديد التشكيلة والتي ستواجه السويد في انتظار إعلان رسمي عن القائمة والذي سيكون بعد 10 أيام من الآن. فارس شعيبي لاعب تولوز ورغم أنه كان ضمن مفكرة إلى أنه تألق اللافت لانتباه من للفت انتباهه مع تولوز وبروزه مع الفريق جعل بالماضي يرى فيه اللاعب القادر على القيام بدور في غولي في خط الوسط من خلال اللعب كصانع ألعاب مع عدم تفريط في واجبات الدفاعية وهو الأمر الذي يقوم به شعيبي مع تولوز. من ناحية الفنية يبقى وسط ميدان منتخب الوطني ورشة مفتوحة بالنسبة للناخب الوطني خاصة مع عدم استدعاء قديورة الذي تقدم قديورة تهدر قديورة هذه أهل الرشيط أنا والذي تقدم في السن مقارنة مع المستوى العالي وكذلك في غولي الذي فشل في إيجاد حل معضلته وهي إيجاد فريق يلبي طموحاته حيث يبقى بعيد عن المنافسة وهو الأمر الذي يبقيه بعيد عن تربص المنتخب الوطني. فارس شعيبي قد يكون عنصر الذي يبحث عنه بالماضي يعني بصعب أروح نقولكم هو كي جاء هذا المدرب تاعنا دار قذب كيسموه بنطالب دارة فالسنتينير ضروك أنا تبالي باللي بن كيسموه زروقي رامي زروقي غادي يلعبه يعني في مكان في غولي يلعب وزروقي هذاك هو البوست تاعو باش ما نغلطوش زروقي هذاك هو البوست تاعو خاطر كاين اللي يقول لك باللي زروقي كنا شعمل خطا نقولوا له ودي لعبوا في البوست تاعو وين كان يحرك في زروقي بطريقه غير مباشره هو كان يشوف في زروقي باللي سنتينير بغى يديرها سنتينير دراع هو يغير اماكن بصح ماشي في المستوى تاعها هو نورمالمون كيما نورمالمون لي يلعب سنتينير بن ناصر صاوا بن ناصر دايرو يخدم البلايلي داير بن ناصر يخدم البلايلي هذه باش يكون على بالكم يعني وين نقولوا باللي نستبعد باش هو يحط يعني هذا اللاعب صانع العاب قادر نقول لكم كي لعب نضرب نعطيكم الخطه تاع كونت سويد الى جنب بولحي عندك مبولحي عندك كسموه عطال تروى بن سبعيني فلاكس ماندي طوبا الى ما جاش بن عمري ماندي طوبا الى ما جاش بن عمري عندك
بن طالب عندك كسموه بن طالب عندك فيغولي قلت لك فيغولي عندك رمزي سلوقي عندك هذاك كسموه آدم بن ناصر محرز بلايلي سليماني ولا بونتيح هذو اللي كاين هذه هي الخطة ويلي كونت هذه كونت سويدة هذه نقول لكم كونت سويد حاجة واحدة أخرى ما نعرف هذه بصح كونت سويد أوفيسيال هكا اش اللي يجي يقول لك منا ولا مليا أوفيسيال كونت سويد يلعب هذه التشكيلة اللي كانت واجهة وعقلوا على هذا الفيديو واش راني نقول لكم عقلوا مليح ما تنساوش برك من ضرب نقول لكم كيفاش يلعب بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو باش دايما معكم بجديد واللي مشي بابوني ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو.